كيف رح يكون الأسبوع الأول من شهر كانون الأول ديسمبر 2023 على مواليد الحمل؟ عزيزي، بدي أقول لك بهالأسبوع لازم تراجع وضع صحي بخصك أو بخص أحد المقربين، ولازم أنك تتعرف إلى علاج ربما، أو تسمع عن دواء جديد نزل إلى الأسواق وبهمك أمره، أو أنت بتلاحق هيدا الخبر يلي بيكون أساسي جدا بالنسبة لإلك، ويمكن تجري عملية جراحية أو تذهب إلى طبيب لمراجعة بعض الأوضاع. بس العمل كمان بالأيام الأولى من الشهر للي ما عندهم شي بيولد بعض الاحتكاكات مع مسؤولين أو رؤساء إداريين، خاصة يوم الجمعة 1 أو بين الخميس 7 والسبت 9، إذن أول يوم بهالأسبوع وآخر يوم. هالأيام بتولد احتكاكات، بس الأمور بتصير بشكل أفضل إذا اعتمدت الليونة والدبلوماسية بين السبت 2 والتنين 4. هالفترة جيدة جدا بين السبت 2 والتنين 4. بدك تراجع مثل ما قلنا شؤون صحية ضرورية جدا، ما تهمل أي عوارض يا عزيزي مهما كانت الأجواء. إذا تصرفت بطريقة حكيمة بتوصل إلى علاجات وإلى نتائج جيدة جدا، ما تخاف.